الان مع ثلاثه ديال الايام اللي غادي يكونوا فيه فروق عديده ديال المسرح اللي غادي يقدموا عروض. وكما عرفتم ان من دول العرب سلطنه عمان، موريتانيا، الجزائر وكذلك فلسطين، ومجموعات من المغرب كذلك. ولهذا أنا أتمنى لهذا المهرجان أن يكون له نجاح، ولو على أننا نعرف بأن لا سيتياسيون سانيتير صعيبة بزاف مع هذا الكوفيد، ولكن في هذا المسرح الجميل واللقاء اللي كانوا اليوم بيننا بأنه من الممكن في المستقبل تكون زعما واحد وجود اخر ونجاح اخر. بصراحه هو ايصال الرساله وايصال المعلومه. المسرح الحمد لله انه سكن فينا وتربينا فيه وعاش فينا وعشنا فيه. بالمناسبه كنت نشكر الاخوان ديالنا الصحفيين، كنشكر الاخوان منظمين المهرجان، مهرجان وجدة الألفية للمونودرام ومسرح الشارع. أنا جيت مسرور بهذه الزيارة هذه وفرحان، يعني من يتكلم معي الأخ سي حماد المساوي حاولت أن نوجد هذا النص، هذا وجدناه في ظرف 20 يوم، يعني نقدر نقول لك كاع شهر ديال الخدمة متقطعة من أجل أننا نجوا عند الإخوان ديالنا الوجدة. ولأول مرة كنجي الوجدة وانا سعيد انني كنتواجد بيناتكم في هذه المدينه الشرقيه، وشكرا لكم بزاف على هذه البادره هذه.